بالنسبه للتراويح بقى، كنا قلنا في انواع الصلاه، في عندي صلاه الليل، قلنا صلاه الليل في نوعين، في عندي القيام وعندي التهجد. قلنا القيام، قلنا لو صلينا بعد العشاء، لو نمنا وقمنا ده بيبقى اسمها تهجد، وقلنا في بعض المذاهب بتعكس بتقول التهجد هو اللي بيبقى بعد العشاء، ولو نمت وقمت يبقى هو ده القيام، مش هيفرق معانا. لكن القيام اللي احنا بنقول عليه قيام رمضان، الحديث بيقول، حديث جه في البخاري، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان اللي هي صلاه التراويح اللي احنا بنصليها على طول بعد ايه؟ بعد العشاء. صلاة التراويح بصليها مثنى 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 مثنى، يعني ركعتين ركعتين. صلاة الليل دايما مثنى ركعتين وسلم ركعتين وسلم، وبالراحة على أولادكم. تعالى احنا هنصلي 20 ركعة، هنصلي 23 ركعة، لا احنا هنصلي 36 زي بتوع أهل المدينة، صلي ستة بالراحة، خصوصا لو كان حد جديد وحد عمره ما صلى. أنا حتى كنت دايما أقول للولاد أي حد بيروح يصلي في الجامع، ما تروحش لوحدك، راح صلي تروح، تروح شوية تحاول تاخد حد ما صلاش قبل كده. الناس بتخوف الناس من صلاه التراويح، يا عم ده بيقعدوا يقروا مش عارفه ايه، بيقعدوا ساعه بس، الساعه 10 بالليل، سهلوا على الناس. ده صلاه التراويح ده سهله جدا، ده ركعتين وبتسلم ركعتين وبتسلم، ده هم ايه، هم 8 ركعات. قول فاتك الظهر والعصر دول مع بعض، يقول لك كتير، قولوا اهي زيها، هم دول 8 ركعات ودول 8 ركعتين ركعات. بالعكس ده التراويح دي بتبقى اسهل، ده انت ركعتين وبتسلم ركعتين بتسلم، واسهل واسهل. انت لا بتقرا ولا حق، كل اللي عليك تقول ايه؟ الله اكبر. الامام بيعمل كل حاجه، وتقرا التشهد بس. سيدة عائشه قالت على الصلاه والسلام كده، ما زاد النبي في رمضان او في غيره بصلاته بالليل عن ايه؟ عن 11 ركعه بما فيها الشفع والوتر. يعني بيصلي 8 ركعات وبعد كده بيصلي ركعتين شفع وواحده وتر. انت الشفع والوتر ده ما تجيبش سيرتهم خالص وانت بتتكلم على التراويح. صلاه التراويح قد ايه؟ هم 8 ركعات يا بنتي، وعلى السلم بقى وطالع المسجد هم 8 ركعات انا بفكرك، وركعتين ايه؟ شفع وواحده وتر، عشان اخلص بقى. عارفين زي الاعلانات اللي في المحلات، 899 جنيه و90 قرش، باين 99 قرش. ليه؟ لان نفسيا اما تشوف 100 وحاجه غير لما تشوف 200. فتعودوا كده يعني، اعرضوا السلعه بتاعتكم حلو يعني. طبعا صلاه التراويح دي ممكن تصليها لوحدك، ممكن تصليها في الجامع، ممكن تصليها في البيت، ممكن تصليها جماعه، ممكن تصليها منفرد لوحدك. الرسول عليه الصلاه والسلام ما صلى التراويح صلاها 8 زي ما السيده عائشه، صلى 8 ركعات واثنين شفع وواحده وتر، وبتقول كان بيصلي اربع اربع، لكن لا تسال عن طولهن وحسنهن. يعني كان بيقرا ممكن في الركعه الواحده كان ممكن يقرا البقره وال عمران نص او نص ال عمران. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، صلاهم 3 مرات بس جماعه مع الصحابه، خلاف كده كان بيصلي ايه؟ بيصلي لوحده. والصحابه حتى لما كانوا بيجوا للمسجد كانوا كل واحد بيصلي لوحده، ما كانوش بيصلوا جماعه. استمر الحال كده، صلاة التراويح 11 ركعة كل واحد بيصليها لوحده أيام سيدنا أبو بكر، وكانوا بيقروا من 8 ركعات دول أو 8 ركعات دول كانوا بيطيلوا فيهم القراءة. سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جه في خلافة سيدنا عمر بقى، لما الدنيا وسعت بقى والفتوحات والأكد الناس يتقالوا، فراحوا سيدنا عمر قالوا احنا ايه بنتعب من كتر الايه؟ من كتر الوقفة في القراية. فسيدنا عمر قال علشان يثبت كمية القراية قال هزود عدد الركعات، يبقى 8 ركعات اللي يقروه في 8 ركعات لا يقروه على 20 ركعه، ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا، وبين كل ركعتين ايه كانوا بيرتاحوا. وعشان كده صلاه التراويح سميت تراويح ليه؟ لانهم كانوا بيريحوا بعد، بيرتاحوا بعد كل ترويحتين. الترويحه يعني ركعتين، يبقى ترويحتين يعني بعد كل اربع ركعات كانوا بيقعدوا ايه يستريحوا. اللي بنشوفها في الجوامع دلوقتي ساعات يدوا درس صغير، ساعات يقعدوا يقولوا اذكار، ساعات يدعوا. سيدنا عمر اول واحد فجمع الصحابه كلهم، وقف سيدنا عمر ورا الصحابه وهم واقفين بيصلوا التراويح في الجامع جماعه ورا ابي بن كعب بالطريقه اللي احنا بنصليها دلوقتي، وقال نعم البدعه هي. الكلام سيدنا عمر كان في المدينه، فالصحابه كانوا بيصلوا 20 ركعه واثنين شفع وواحده وتر، يعني كانوا بيصلوا 23 ركعه. جم اهل مكه فقالوا ايه؟ احنا هنطوف حوالين الكعبه 7 مرات بعد كل ترويحتين، يعني بعد كل 4 ركعات. كانوا بيطوفوا اربع مرات، كل مره 7 ركعات، كانوا بيطوفوا 4 مرات. فجم اهل المدينه فقالوا لا، حبوا يسوون في الاجر، قالوا هم هياخدوا ايه ثواب اكتر مننا. فكل مره هم هيطوفوا حوالين الكعبه، كل مرة هيطوفوا حوالين الكعبة احنا هنصلي 4 ركعات. فكانت النتيجة ان
اهل مكه كانوا بيصلوا 20 ركعه وبيطوفوا حوالين الكعبه 7 مرات، اتنين شافوا واحده وقفوا كانوا بيصلوا 23، وجم اهل المدينه زودوا 16 ركعه عشان يعادلوا ثواب الطواف اللي بيعملوا اهل مكه. اهل المدينه كانوا بيصلوا 36 ركعه والشفع والوتر. فعشان كده بتلاقي في ناس وفي بلاد يصلوا صلاه التراويح دي 36، وفي ناس يصلوها 23، وفي ناس يصلوها 23، في ناس يصلوها 11 ركعه. دول صح ودول صح ودول صح، ماشي الحال. طيب وقلنا اسمها تراويح ليه؟ عشان الناس كانوا بيرتاحوا بعد كل ايه تراويحتين.